السلام عليكم احبابكم في قناة شيف لطيفة. اليوم بحول الله موعدنا مع شوربة جديدة من شوربة العدس كوغاي اللي غنديروها بالفطر. شوربة بحاجتنا واحد 200 حتى 250 غرام تاع هاد العدس اللي من هاد النوع اللي مقشر تسميه عدس كوغاي. بحاجتنا واحد 150 غرام تاع الشامبينيون دو باري اي الفطر، البسباس بسباسة، جوج تاع الجزر، شويه تاع الكرافس، هنا جوج تاع الفرماجات من هذا النوع تاع الدهن، واحد معلقه كبيره الزبده، دامه تاع البنه حسب الذوق. انا هنا عندي تاع الخضار، شويه الملحه والماء الكافي لهاد الشوربه. فواحد الكوكوت تنديرو العدس كوغاي اللي حنا غسلنا وصفينا، تنديرو الخضرة اللي هي الجزر اللي قطعنا والفطر اللي قطعنا، البسباس حتى هو مقطع والكرافس. هاد الصوبة مزيانة لكل شي، الناس الكبار والصغار، وخاصة بالنسبة للسيدة المرضعة. بسباس، خيزو، عدس كوغاي، مهم لإدرار الحليب. تنزيدو كمية تاع الماء كافية اللي غادي نحتاجو، هذه صوبة تاع الأسرة كاملة. واحد لتر وربع، تنزيدو ضامة البنة، اللي بغا يزيد سكينجبير يزيد، يمكننا نكتفيو بضامة البنة. تنزيدو كمية الملح حسب الذوق، تنسدو، تنديروها طيب، تنخليو الزبدة وهاد النوع تاع الفرماج حتى نبغيو نطحنوه. بعد ما تطيب الخضرة وتطيب العدس، تنديروه في واحد الخلاط وتنطحنو كلشي بطبيعة الحال. تنزيدو ليه الزبدة والفرماج اللي اختارين، الزبدة ناخدي الزبدة تاع العبار. بالنسبة للكثافة تاع هاد الصوبة أو الحساء تتبقى حسب الذوق، بغيتيها خفيفة تتزيدي الماء طايب، بغيتيها ثقيلة تتخليها كي بحال هكا. تجي سيدتي على هاد الشكل. سيدتي او الفولوتي تجي على هاد الشكل، غزالة وبنينة ولذيذة. درناها بلونتي كوغاي، بالبسباس، بالجزر وبالفطر الطري، تجي غزالة وبنينة، تعشقوها الكبار والصغار. وهي من الشربات المدرية للحليب بالنسبة للسيدة المرضعة، غير جربيها أكيد غادي تعجبك وتعجب الوليدات تاعك. ما تنسايش بحال ديما تعملي لايك للوصفة، تحطي تعليق بخصوص الوصفة. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.